بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صادق الأمين. ثم أما بعد، أعزائي المشاهدين، اليوم سوف نتطرق إلى درس مهم في مجال الطاقة الكهربائية ومحطات التوليد، وهي المحولات الكهربائية. تعد المحولات الكهربائية مكونا مهما في حياتنا الحالية، وتجعل أنظمة الطاقة الكهربائية ممكنة، وكذلك لنقل مئات الميجاوات من الطاقة بشكل فعال عبر مسافات طويلة بين مدينة وأخرى. ولذلك عند نقل الطاقة يلزم وجود خط جهد عالي للغاية في حدود 161 إلى 1000 كيلو فولت للحفاظ على الطاقة لنقلها من منطقة إلى أخرى أو من مدينة إلى أخرى. ومع ذلك، فإن أعلى جهد تصميم عملي للمولدات الكبيرة يبلغ حوالي 25 كيلو فولت. فكيف يمكن توليد الطاقة الكهربائية عند 25 كيلو فولت ونقلها بجهد أعلى بكثير؟ يمكن أن توفر المحولات الكهربائية الحل لهذه المشكلة، حيث بإمكانها رفع الفولتية لقيم كبيرة جدا أو خفضها لقيم قليلة جدا مع فقد بسيط جدا في الطاقة، وبوضع محول رافع للجهد بين المولد وخط النقل يمكن للمولد أن ينتج جهد يصل لحدود 25 كيلو فولت، ومن ثم يقوم المحول برفع القيم العالية جدا. يسمح توصيل محول رافع للجهد بين المولد وخط النقل بإنشاء جهد تصميم عملي للمولد في نفس الوقت جهد خط نقل عالي فعال من خلال محولات الخفض المتصلة بين خط النقل والأحمال الكهربائية المختلفة المتصلة به، وكذلك يتم استخدام الطاقة المرسلة بجهد آمن. وبدون المحولات سيكون من المستحيل تطوير أنظمة طاقة كبيرة موجودة اليوم والتي نستخدمها من مناطق أخرى. طبعا، لماذا يتم رفع الجهد إلى قيم عالية جدا عند نقل الطاقة الكهربائية من مدينة إلى أخرى؟ لماذا نحتاج إلى هذه الطريقة؟ طبعا، السبب في تحويل الجهد إلى مستوى أعلى بكثير هو أن الفولتية الأعلى لنقل التيارات أقل لنفس القدرة، وبالتالي انخفاض الخسائر النحاسية التي تتولد بين شرائح القلب المغناطيسي داخل المحول، والتي تعتمد على القانون مربع شدة التيار في المقاومة أو I square multiple R على طول خطوط النقل المتصلة بالشبكة. يمكن بعد ذلك خفض الفولتية والتيارات العالية لنقل التيار المتردد إلى مستوى جهد أقل بكثير، وذلك أين؟ عند المدن التي تستهلك يعني هذه الطاقة الكهربائية. لذلك يتم تخفيض الجهد والتيار إلى أعلى، إلى مستوى أقل بكثير وأكثر أمانا وقابل للاستخدام، وذلك في المناطق الصناعية وغيرها أو المنازل والشركات، وكذلك قابل للاستخدام حيث يمكن استخدامه لتزويد المعدات الكهربائية في منازلنا وأماكن العمل والمصانع والشركات وغيرها. وكل هذا ممكن بفضل محولات الجهد. إذا، ما هي المحولات الكهربائية أو ما هو المحول الكهربائي؟ طبعا، المحول الكهربائي هو عبارة عن جهاز كهربائي ثابت أو ستاتيك، أو ما يسمى بإلكتروستاتيك. جهاز كهربائي ثابت أي لا يحتوي على أجزاء متحركة تدور مثل المحركات ومثل المولدات وغيرها، وإنما مبدأ عمله يقوم على جهاز كهربائي ثابت يعتمد على المجال المغناطيسي الموجود بين شرائح القلب الذي سنتطرق إليه. طبعا، لا يحتوي قلنا على أجزاء متحركة، ويقوم هذا المحول بتحويل الطاقة الكهربائية من تردد وجهد معين إلى نفس التردد وقيمة مختلفة للجهد، أي بمعنى أنه إما أن يكون رافعا للجهد وبنفس الوقت يكون خافضا للتيار، أو يكون خافضا للجهد ويكون يعني رافعا للتيار الكهربائي والعكس، وكذلك وقيمة مختلفة إما أقل أو أعلى بواسطة الحث الكهرومغناطيسي. ولاحظ أن تغير الجهد يصاحبه تغير في قيمة التيار، فعند رفع الجهد ينخفض التيار، أي أنه يتناسب تناسبا عكسيا وليس طرديا، أي أنه عند في المحولات فقط يتناسب الجهد مع التيار تناسبا عكسيا، أي كلما زاد الجهد في المحولات قلت نسبة التيار،
وكلما عمل المحول لرفع التيار قلت نسبة الجهد. وكذلك هذا المحول مع التيار المتردد فقط. سوف نتطرق لهذه المحولات الكهربائية التي تعتمد على التيار المتردد فقط، لأن هناك محولات كهربائية في التيار المستمر، وهذا ليس درسنا أو الذي ليس سنتطرق إليه، هي المحولات الكهربائية الموجودة في محطات الطاقة الكهربائية والموجودة في التيار المتردد. وكذلك هذه المحولات لا تستعمل في التيار المستمر، قلنا لكم. طبعا ما هي مبدأ عمل المحولات الكهربائية؟ أي كيف تعمل هذه المحولات الكهربائية؟ طبعا المبدأ الأساسي الذي يعمل عليه المحول هو قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي أو الحث المتبادل أو ما يسمى الميوتشوال اندكتنس بين الملفين، بين الملفين الموجودين داخل القلب المغناطيسي المحول. وينص هذا القانون أو قانون فاراداي للحث الكهرومغناطيسي يقول بأن معدل تغير الفيض المغناطيسي بالنسبة للزمن يتناسب تناسبا طرديا مع القوة الدافعة الكهربائية أو الكتروماجنتيك فيلد المتولدة في الموصل والملف. طبعا قلنا بأن هذا المحول الكهربائي الذي يعمل عليه هو طبقا لقانون فاراداي في المجال الكهرومغناطيسي. يتكون المحول أيضا، هذا المحول الكهربائي يتكون من ملفين منفصلين يوضعان في قلب فولاذي من النحاس الصلب. طبعا النحاس يعتبر من المواد الجيدة للتوصيل للتيار الكهربائي، وكذلك الألمنيوم. فكذلك يوضع في قلب فولاذي مصفح بالسيليكون، يطلق على الملف الذي يتصل بمصدر التيار المتردد اسم الملف الأولي أو الابتدائي، ويسمى الملف الذي يتصل بالحمل بالملف الثانوي أو الملف الثاني كما هو موضح في الشكل. المحول الكهربائي يتكون قلنا من ملفين، ملف أولي primary winding and ملف ثانوي يسمى secondary winding. الملف الذي يتصل بالتيار المغذي يسمى الملف الأولي، والذي يتصل بمصدر التيار أي الذي يأتي من محطة توليد الطاقة الكهربائية. وكذلك الملف الموجود الملف الثانوي الذي يتصل بالحمل، والذي يكون عادة ها هنا أو عادة يكون ها هنا فيسمى بالملف الثانوي. وعندما يتم توصيل مصدر التيار المتردد عادة ما يربط مصدر التيار المتردد ها هنا الذي ما يسمى بالبشت أو أطراف ربط المحول. عادة عندما يتم توصيل مصدر التيار المتردد بالملف الأولي بجهد يتولد فيض مغناطيسي متغير في الملفات الأولية، لأن مبدأ عمل المحولات قلنا يعتمد على الحث الكهرومغناطيسي. فعندما يتم ربط مصدر التيار بالملفات الأولية الثري فيز الأولية للمحول، فإنه يتولد فيض مغناطيسي متغير في الملفات الأولية ويتنقل عبر قلب المحول، والذي يصنع دائما من النحاس أو من شرائح النحاس، ويرتبط بالملف الثانوي، ونتيجة لذلك يتم توليد قوة دافعة كهربائية تسمى بالميتشوالي اندكس أو ما يسمى بالإلكتروماجنتيك فيلد المستحثة، وهو عكس الجهد المطبق وفق القانون لينز. طبعا لا يوجد أي اتصال كهربائي بين الملفين، لكنهما متصلان مغناطيسيا، أي أن الملف الأولي والملف الثانوي منعزلان تماما عن بعضهما، ولكنهما مرتبطان بالمجال المغناطيسي فقط المتولد بين شرائح القلب المغناطيسي. وكذلك يتم توصيلهما قلنا بالمجال المغناطيسي من الدائرة الأولية للدائرة الثانوية من خلال الحث المتبادل. نأتي إلى تركيب المحولات الكهربائية. المحولات الكهربائية تتكون بشكل أساسي من هذه الأجزاء: واحد، ملفين كهربائيين من الأسلاك، وقلنا دائما نسميهم الملف الأولي والملف الثانوي. هكذا في أي محولات كهربائية، هناك ملف أولي يرتبط بمصدر التيار، والملف الثانوي يرتبط بمصدر الحمل.
طبعا احدهما يسمى الملف الابتدائي قلنا، والاخر يسمى الملف الثانوي. عاده ما يتم اعتبار الملف الابتدائي هو من المحول، على انه الطرف الذي يتصل بمصدر الكهرباء والذي ياتي من محطات توليد الطاقه الكهربائيه او من محطات التحويليه. والملف الثانوي قلنا بانه الملف الذي يرتبط بمصدر الحمل. لا يكون هذه الملفان على اتصال كهربائي مع بعضهما البعض، ولكن بدلا من ذلك يتم لفهما معا حول دائرة كهربائية مكونة من حديد مغناطيسي مشترك تسمى القلب المغناطيسي. القلب المغناطيسي هو الذي يقوم بعمل اشتراك الملف الأولي والملف الثانوي، وقلنا بأن الملفات منعزلة عن بعضهما البعض ولكنهما يتصلان بالمجال المغناطيسي فقط. ما هو القلب المغناطيسي؟ طبعا القلب المغناطيسي هو عبارة عن ايش؟ قلب مغناطيسي يوفر مسار منخفض الممانعة، او يوفر القلب المغناطيسي مسار منخفض الممانعة للفيض المغناطيسي الناتج عن الملف الاولي. قلنا بان الملف الاولي الذي يكون مرتبط بمصدر الطاقة الكهربائية يتولد منه فيض مغناطيسي عالي جدا، حيث يمر عبر القلب، حيث يمر هذا الفيض عبر القلب إلى الملف الثانوي ويعمل على تكوين دائرة مغناطيسية مغلقة. وكذلك يتسبب هذا الفيض المغناطيسي بعمل حركة بسيطة لشرائح القلب المغناطيسي نتيجة لشدة التيارات ولشدة الفيض المغناطيسي الموجود داخل شرائح القلب المحول. هذا القلب المغناطيسي ليس مصمم، ولكنه أي ليس كتلة واحدة، ولكنه يتكون من شرائح معدنية رقيقة معزولة عن بعضهم البعض. وكذلك لماذا يتم صنع قلب مغناطيسي مصنوع من الشرائح؟ حتى لا يتكون هنا التيارات الدوامية والتي تعمل على تقليل مرور التيارات المترددة داخل المحول. لذلك يتم صنع قلب المحول من شرائح منعزلة عن بعضهم البعض بواسطة زيوت مخصصة أو غير ذلك. قلنا لماذا يتم صنعه من شرائح؟ وكذلك لتقليل التيارات الدوامية أو ما يسمى بالإي دي كارنت المتولدة بين شرائح القلب المغناطيسي، والتي تسبب إعاقة لمرور التيارات الكهربائية إلى الأحمال. وكذلك من فوائد القلب المغناطيسي أنه يصنع من شرائح متعددة، وذلك لتقليل مفاقيد القلب المغناطيسي بسبب هذه التيارات الدوامية. يتم عزل ملفي الملف الكهربائيا يتم عزل ملفي المحول كهربائيا عن بعضهم البعض، ولكن يتم ربطهما مغناطيسيا من خلال القلب المشترك للمحول، مما يسمح بنقل الطاقة الكهربائية من الملف الابتدائي إلى الملف الثانوي. كيف تتم نسبة التحويل؟ أو كيف يتم حساب نسبة التحويل في المحولات الكهربائية؟ طبعا هنا قانون نسبة التحويل للمحول هي عدد لفات المحول الأولي مقسوم على عدد لفات الملف الثانوي. توفر نسبة التحويل للمحول معرفة عن عمل المحول المتوقع والجهد المقابل المتولد على الملف الثانوي. إذا كان مطلوبا جهدا ثانويا أصغر من الجهد الابتدائي المحول الخفض، يجب أن يكون عدد اللفات. أي كيف نعرف هذا أنه محول كهربائي رافع للجهد وخافض للتيار، أو كيف نعرف أن هذا المحول رافع للتيار وخافض للجهد؟ طبعا هذه التفاصيل سوف ندرسها بشكل تفصيلي إن شاء الله في الدروس القادمة. شكرا على استماعكم زملائنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.